وفاه الفنان الكبير عبد الحليم زربيعه وهذه تفاصيل رحيله لكن قبل ذلك يرجى الاشتراك في القناه فوجعت الساحه الثقافيه والفنيه اليوم الاربعاء برحيل الفنان والممثل الجزائري القدير عبد الحليم زربيعه وشارك الفنان عبد الحليم زربيعه في المسرح كما كانت له مشاركات ناجحه في اعمال عربيه خارج الحدود شرف من خلالها الفن الجزائري عبد الحليم زريبيعه هو ممثل جزائري ولد بمدينه تندوف جنوب غرب الجزائر وبدا نشاطه الفني قبل التحاقه بالمعهد العالي للفنون بدمشق في سوريا كما شارك في مسلسل حداش كآخر عمل تلفزي له في رمضان 2023 وتوفي الفقيد بعد معاناة طويلة مع المرض ورغم نقله إلى أحد المستشفيات من أجل العلاج إلا أن القدر شاء أن يخطف روحه ليرحل إلى الدار الآخرة رحم الله الفقيد وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون